صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المعنى الصحيح لهذين الحديثين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقوله: لا يجتمع في الجزيرة دينان. هذا الخطاب لولاة الأمور، ليس لأفراد الناس. الصحابة ما فهموا هذا الفهم، ولم يخرجوا من جزيرة المشركين من جزيرة العرب في عهد أبي بكر، وإنما الذي أخرجهم عمر لما قوي الإسلام وانتشر، صار في المسلمين قوة، أخرجهم عمر تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما دام المسلمون لم يصلوا إلى الحالة التي وصل إليها المسلمون في عهد عمر فلا يخرجون، وإخراجهم يكون على يد ولي الأمر، ما هي بالمسألة فوضى. وما لا يجتمع، هذا لا يجتمع دينان، هذا هو الحكمة من إخراجهم، يخرجون لئلا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لأن الواجب أنه ما يكون في جزيرة العرب التي هي مهد الرسالة إلا دين الإسلام، لأن العالم كله ينظر إلى جزيرة العرب، فلو كان فيها دينان لتصدر دين الكفر إلى العالم من مهبط الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف ثم لتعلموا أن هذا يتناول عدم تمكين الكفار من السكنة المستديمة، من السكنة المستديمة في بلاد المسلمين، لا يكونون مواطنين دائما، أما أنهم يجون مؤقت لأعمال أو لسفارة أو لرسالة يؤدونها أو فهذا لا يدخل فيه، ليس داخلا في الحديث. نعم.